بتفيق كل يوم الصبح بتطلع بالمراية بتسأل حالك نفس السؤال؟ مفكر عن جد انه الجمال نادر وصعب؟ ايه، اذا حابين تعملوا عملية تجميل وتغيروا شكلكم وتصيروا بجمال فؤاد يمين، ما لكم غير تروحوا على كلينيك مرخصة من وزارة الصحة، سيفو ترس كلينيك بيوتي، لانه الجمال هو الجمال الجواني، هيك بيقولوا كل البشعين. مزبوط. جي ان ان 3 بعد الاخبار على الجديد.